السلام عليكم ومرحبا بكم في الدرس الجديد على كيزاكو.كوم. نشوف الحصة دي اليوم تتم دروس الكهرباء، غنشوف فيه ثنائي القطب RL المقدمة ديالو، غنشوف فيه الوشيعة. أول حاجة نعطيكم تعريف ديال الوشيعة، شنو نقصد بوشيعة. نشوف التمثيل ديال التوتر بين مربطي الوشيعة، وفي الأخير نشوف العلاقة اللي كتربط بين التوتر والتيار بين مربطي الوشيعة. على بركة الله، أول حاجة خصنا نكونوا عارفين شنو هي الوشيعة. الوشيعة هو واحد ثنائي قطب يتكون من لفات من النحاس يفصل بينهما جسم عازل. حنا كنرمزو ليها بحال داك الخيط اللي كيبان لكم تما، فما هو عبارة إلا هذا على سلك ديال النحاس. بما أني أنا كنهضر على سلك من النحاس، فإن كنهضر على واحد الجسم اللي عنده واحد المقاومة هذه فهي مقاومة ديالها، يعني نقدروا نقولوا أن الوشيعة فإن عندها واحد المقاومة داخلية، بينما هذا ال كيتسمى معامل التحريض الذاتي. هذا التعريف ديالو بالديتاي كيكون ملي كنهضروا على الوشيعة في العالم ماشي ديال الكهرباء انما ديال الكهرومغناطيسية. الى تفهموا مزيان كنقصدوا بهذا معامل التحريض الذاتي، ولكن رغم ذلك كنحاولوا نوريكم واحد البرهان خفيف كيفاش كديروا حتى كنحسبوا شنو هي العلاقات اللي كنستعملوه هنايا، لان حنا نستعملوه في الحساب عندنا. فيما يخص التمثيل ديال التوتر، إذا عندي واحد التيار اي يدخل من هنا الوشيعة، فإن التوتر بين مربطي الوشيعة، يعني التوتر اللي غنسميه هنا يو اب بي، فإنه كيكون معاكس لمنحى التيار، وهذا نسميه يو ال، لأن هنا الوشيعة ما هي إلا مستقبل. إذا فطبقوا عليها ما نسميه اصطلاح المستقبل. هم هادو هما تقريبا هذا التعريف مختصر للوشيعة اللي كيهمنا حنا في هذا الدرس. الوشيعة راه عندها بزاف المميزات اللي إن شاء الله نشوفهم في دروس مقبلة إن شاء الله. دابا نشوفوا العلاقة بين التيار والتوتر بين مربطي الوشيعة. لهذا الغرض كنحتاجو للتركيب التالي. درنا واحد التجربة، كان عندنا واحد جي بي اف هنايا مولي التيارات ترددات منخفضة اللي كيعطينا واحد التردد اي، عفوا واحد التيار اي اللي كيمر من هنايا. هنا استعملنا رسم تذبذب بحيث حطينا الهيكل ديالو هنايا يعني لاماس، وهنا كاين مدخل واحد ومدخل اثنان. من مدخل واحد حتى الهيكل يعني في هذا المجال هنا نقدر معاينة توتر يو ال، شوفوا في رسم التذبذب، بينما من هنا نقدر نستنتجو التيار اي. طبعا هذا يتغير بدلالة الزمن كما كتغير هذا بدلالة الزمن. هنا علاش كنقدر نشوفو تيار اي؟ لان في الهيكل لان نقدر نشوفو به توتر يو ال. الى حطيت الهيكل هنا ومدخل هنا يقدر يبان لي في رسم تذبذب التوتر اي اغ، وانا عارف بان التوتر اي اغ الى قسمته على المقاومه اغ فانه كيعطيني التيار حسب قانون اوم، وبالتالي نقدر انا انطلاقا من هذا في رسم التذبذب تغيرات ديال التوتر اي اغ، فبطريقه اخرى كتعطيني تقريبا تغيرات التيار اي. ملي درنا التجربه حصلنا على ما يلي. تيار اي فهو تيار فهو ممثل هنا بهذا المنحنى المثلثي المسنن، يعني نقدر الا لاحظتوا انا خديت في واحد الدور معين من هنا في نصف الدور، عفوا هذا نصف الدور، نقدر نكتب انا اي ديال تي اش كيساوي هو واحد العدد ا في تي زائد بي. هذا انه مستقيم نقدر نقولوا هو دالة تآلفية. فهم هذا الى جيت اشتقيت بدلالة الزمن ستولي عندي، اشتقينا هذا بدلالة الزمن غتعطيني ا، لان بي غتمشي هادشي اللي كتعرفوا ليه شادو على قبل هي ديات.
ثلاثة ألوفية. قلنا إذا الشقق ديال إيه هو، بينما كتلاحظوا بأن يو إل ثابت، يو إل بدلالة الزمن في هذاك المجال فإنه عبارة عن واحد ثابتة اللي غتسميها هنا ك ك إيكال كونستانت. باش حنا نديرو علاقة بين هنا وهنا، علامة التوفيق، قلنا ناخدو نقول اخويا هاد يو ال الى قسمتيها على الدي اي دي تي شتولي عندي، هتعطيني هي ا، عفوا هتعطيني هي دكا على اياك. حنا جينا العلماء اتفقوا سماو هذا هو ال، اللي هو معامل التحريض الذاتي كما وريتكم قبيله. وبالتالي ولات عندي علاقة، هاد العلاقة اش كتقول ليا؟ ان الا بغيت اي ديال ال بدلالة الزمن، فما هو الا داك ال مضروب ديريفي ديال في مشتقات التيار بالنسبة للزمن، مفهوم؟ طبعا انا في التجربة ديالي ما هدرتش على المقاومة الداخلية لحد الساعة، المقاومة الداخلية هاد اخ انا حتى معتبرها مهملة. إلى بغيت ندخلها في الحساب شتولي عندي، نقدر نرد الشكل يعني الوشيعة، نقدر نشوفها بحال هكا، هذه هي الوشيعة ديالي، نقدر نقول كتساوي هي واحد الوشيعة زائد عفوا متصلة بواحد المقاومة R. وبالتالي إلا جيت ترسم التوتر هذا غيكون هو مقسوم وعبارة عن التوترات، يعني التوتر بين مربطي الوشيعة بدون مقاومة والتوتر بين مربطي المقاومة الداخلية، يعني أن هذا غيكون هو لا بغيتي تقول هو يو ال، هذا يكون يو ال بريم زائد يو ال. إذا العلاقة شتولي عندي، تولي عندي على الشكل الثاني، أن العلاقة العامة لا بغيتي تقول أن يو ال بدلالة تي شنو هو، هذا اللي حسبناه قبيلة لقيناه هو ال في مشتقة التيار بالنسبة للزمن زائد، ونطبقوا قانون اوم اللي كيقول لي هو ار في اي، وبالتالي كنحصل على العلاقة ديالي اللي كتربط لي ما بين التيار والتوتر بين مربطي الوشيعة. طبعا ما ننساش هنا نزيد بدلالة الزمن لان الشيء كامل فهو يتغير بدلالات الزمن. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في الدرس ديال اليوم، وعرفتوا شوية، تنورتوا شوية على شنو هي وشيعة، شنو هي العلاقات اللي كتربط بين التيار والتوتر بين مربطي الوشيعة. ونضرب لكم موعد جديد في حصة أخرى على كيزاكو.com. كان معكم رضوان، السلام عليكم.